موعد نشرة الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الإريتريي إسياس أفورغي بمناسبة عيد استقلال بلاده، معربا له عن حرصه الدائم على العمل سويا من أجل تعزيز روابط الأخوة ودعم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما جدد له عزمه على مواصلة العمل لتوحيد الجهود المشتركة من أجل تحقيق مقاصد الاتحاد الإفريقي في مجالات السلم والاستقرار والتنمية. أصدرت الوزارة الأولى عبر بوابتها الإلكترونية بيانا حول التسريبات التي وصفتها بالمنظمة بشأن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لعام 2018، والتي أدت حسب البيان إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. وعليه أكد البيان أن التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق أسعار كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها. فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطني البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدر ب2000 دينار، وسيتم استصدارها مقابل 2500 دينار. وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت ب6000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة، وسيسلم مقابل 10000 دينار، وبمبلغ 12000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة، وسيسلم مقابل 50000 دينار. وجدير بالذكر يضيف البيان أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالية ستترتب عليه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة ب25000 دينار، وجواز السفر المتكون من 48 صفحة بمبلغ 60000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50000 دينار و150000 دينار حسب النموذج. أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات ب20000 دينار. وأوضح البيان أن الانتقادات حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة، مشيرا إلى أن بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها 10 سنوات على الأقل، وبالتالي فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ. وأشار البيان أنه عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلية، فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك رغم أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر. وكشفت الوزارة الأولى عبر بوابتها عن مؤشرات حول الرسم الوقائي المؤقت في قانون المالية التكميلية، موضحة أنه يقترح تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة 30 إلى 200%، تطبق على المنتجات الفاخرة المستوردة التي ستخضع للرسم بدلا من منعها، وهو الأمر الذي تترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة. كما أوضحت أن هذا الرسم الوقائي المؤقت يسهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف. إن هذا الرسم الوقائي الإضافي المؤقت تضيف الوزارة الأولى يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق. علاوة على ذلك، سيحفز الموردين الأجانب التقليديين على الاستثمار في
في الجزائر، وهو ما يمكن من استحداث الآلاف من مناصب الشغل لفائدة الشباب. إلى النشاط البرلماني، حيث عقد اليوم مجلس الأمة جلسة عامة خصصت لطرح الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية في 4 قطاعات وزارية هي التضامن الوطنية، الأشغال العمومية، العمل والبيئة، حيث تم التطرق للاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة لإيجاد حلول كفيلة بتسهيل الحياة اليومية للمواطنة على جميع المستويات، والأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للنهوض بهذه القطاعات. نددت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بالحمة الشرسة التي تتعرض لها الجزائر منذ أسابيع من قبل بعض المنظمات غير الحكومية التي تتهمها افتراء بعدم الالتزام بواجباتها الدولية فيما يتعلق بالتضامن والاستقبال والضيافة تجاه المهاجرين من دول الساحل. وعليه فإن الجزائر تندد بشدة بهذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقتها مع جيرانها في الجنوب، والتي تربطها معهم علاقات متينة مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل والتضامن والمصير المشترك. وأكد بيان الخارجية أن الجزائر باعتبارها عضوا في أهم آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية تقوم بواجباتها الدولية بكل حرص وفي كل الظروف، بل وأكثر من ذلك كرست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والأجانب المقيمين بطريقة شرعية والمتمتعين بالحماية القانونية. ويضيف البيان أن الجزائر وعلى غرار دول العالم واجهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتخاذ إجراءات قانونية في إطار واجباتها الدولية حماية للمواطنين الجزائريين والأجانب المقيمين بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين نحو حدود بلدانهم، وهذا في إطار المشاورات الثنائية مع بلدانهم الأصلية، مع التشديد على احترام كرامة وحقوق هؤلاء الأشخاص والتأكيد على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية. في التعاون الصحي، استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزب اللاوي نائب رئيس جمهورية كوبا وزير الصحة روبرتو موراليس أوخيدا، الذي أشاد بنوعية العلاقات التاريخية بين البلدين سيما في مجال الصحة والصناعة الصيدلانية. نائب رئيس جمهورية كوبا وزير الصحة تنقل إلى معهد باستور والعيادة متعددة الخدمات بشاطناف، حيث تلقى توضيحاتنا بخصوص الخدمات المقدمة للمواطنة، حيث أكد أن هناك دراسات تقنية لإطلاق مشروع إنتاج الأمصال واللقاحات في إطار الشراكة بين البلدين. عرض اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد مار في أشغال الحوار رفيع المستوى بالبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، عرض تجربة الجزائر في بناء مدن آمنة وشاملة ومقاومة ومستدامة، وذلك تنفيذا للتعليمات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. الاجتماع الذي ترأسته المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريفة، حضره ممثلون عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وكذا رئيس المدن والحكومات المحلية المتحدة باكتان. ويعد هذا الاجتماع تحضيرا للمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر عقده بمدينة نيويورك شهر جويليا القادم. عندنا لقاء اللي شاركت فيه الجزائر في إطار لقاء منظم من طرف الأمم المتحدة للإسكان والبرلمان الأوروبي لخص التنمية المستدامة. كان لنا شرف أننا قدمنا تجربة جزائرية بالنسبة للإسكان ومخطط اللي تعمل عليه الدولة بالنسبة للتنمية المستدامة. عرضنا كل البرامج اللي جات في إطار مخطط لجابه فخامة رئيس الجمهورية. كان لقاء تاري لمعرفة كذلك ماذا يجرى في البلدان العالم، وإن شاء الله سأل الخلاصة من هذا اللقاء
ستسمح لنا كذلك أننا نعالج بعض المواضيع ونصحح بعض المواضيع ونتابع المشروع تاعنا بالنسبة لاحترام ما جاء خاصة في الديكلاراسيون تاع كيتو اللي تتكلم على التنمية المستدامة. أشرف اليوم وزير الاتصال جمال كعوان على أول اجتماع للجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الموسم، وقد اختير موضوع العيش معا بسلامة عنوانا رئيسا لجائزة هذه السنة. للإشارة، جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف يشرف على تقييم أعمالها عدد من الإعلاميين والصحفيين ومحترفي قطاع الإعلام والاتصال. من جهة أخرى، نصب اليوم وزير الاتصال جمال كعوان الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار أمين شكير خلفا للعربي بوينون الذي شغل المنصب بالنيابة. كما تعلمون يعني الاختيار كان على يعني شخصان بروفيل عنده الكفاءة اللازمة والقدرات لتسيير المؤسسة الكبيرة. طبعا كل دعم تاعنا راهو مضمون. يشرف بعد قليل من الآن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على افتتاح الطبعة 13 لملتقى الدروس المحمدية بالمقر الجديد لزاوية البلقيدية الهبرية بالجزائر العاصمة، الذي أشرف على تدشينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الفارط. وكانت الطبعات 12 الماضية قد نظمت بصفة دورية خلال شهر رمضان من كل سنة بالمقر الرئيسي لزاوية البلقيدية بوهران. ويلتحق بنا من مقر زاوية البلقيدية الهبرية بالجزائر العاصمة العربي بن ستالا. العربي، ما جديد برنامج هذه الطبعة وماذا عن الموضوع الرئيسي لمحاضرة اليوم؟ أهلا بك فريدة. إذن وكما أسلفت الذكر، تنطلق بعد صلاة العصر بحول الله الطبعة 13 لسلسلة الدروس المحمدية، والتي تنطلق من اليوم 8 رمضان إلى 16 رمضان 1439 هجرية، الموافق للرابع 24 ماي إلى الأول من نجوان 2018. تأتي هذه الطبعة وكما أسلفت الذكر في امتداد الزاوية ومقرها الجديد بالعاصمة بتقس راين ببلدية بئر خادم، والذي كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أشرف على تدشين مقرها في 15 ماي الماضي. أكثر من 20 محاضرة تتفرع مواضيعها عن المحور الأساسي لهذه الطبعة، وهو مصادر التشريع الإسلامي بمشاركة دولية قوية من العالم العربي والإسلامي من ثلة علماء الدين والفقهاء وخبراء التشريع الإسلامي. للحديث عن برنامج سلسلة الدروس المحمدية في طبعتها 13، أسعد بانضمام السيد أحمد بعزوز الناطق الرسمي للزاوية والمنسق العام للدروس المحمدية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. بداية الحديث تكون عن برنامج الطبعة 13 وخصوصيتها هذا العام بتنظيمها في العاصمة. نعم، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل الله وكرمه وتحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، تعقد زاوية الشيخ سيد محمد عبد اللطيف بالقائد بالجزائر العاصمة حفظها الله تعالى الملتقى 13 لسلسلة الدروس المحمدية. محور الملتقى لهذه السنة هو مصادر التشريع الإسلامي. سبب اختيار سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف القائد لهذا المحور بالذات هو إظهار ما للشريعة الإسلامية ولمصادر الشريعة الإسلامية من ثروة علمية فقهية وتدقيقات قام بها السادة العلماء عبر العصور، وإظهار كذلك أن المصادر الشريعة على افتراقه وعدتها تعود إلى المصدرين الأصليين القرآني والسنة. الجديد في هذا الملتقى وهو أننا الحمد لله في هذا الصرح
الديني العظيم، هذه الزاوية التي تشرفت بتدشين فخامة رئيس الجمهورية وتتشرف الآن باحتضان الملتقى 13. كان رأي شيخنا أن يكون الملتقى 13 دفعا لتدشين فخامة الرئيس، ويكون هذه رسالة إلى الجزائر خاصة وإلى العالم الإسلامي بأن الزوايا وأن دور الزوايا في الحفاظ على المرجعية ودور تاريخي هام، وأنها هي المرجع الذي به حافظت الأمة الجزائرية خاصة والأمة الإسلامية في المغرب العربي عموما على مرجعيتها وعلى دينها وعلى وسطيتها واعتدالها. بالعودة سيدي إلى برنامج السلسلة، ماذا عن توقيت المحاضرات، عددها، الأسماء المشاركة فيها من علماء الدين والفقهاء وخبراء التشريع الإسلامي؟ نعم، سنلقي إن شاء الله تعالى محاضرتين في اليوم، محاضرة بعد صلاة العصر ومحاضرة بعد صلاة التراويح، استثناء في يوم الجمعة والسبت فيه ثلاث محاضرات، محاضرتين بعد الظهر ثم محاضرة بعد صلاة التراويح. أغتنم هنا فرصة لأقول أن الدعوة للمحاضرات في الزاوية دعوة عامة. نعم، ننزل الناس منازلهم في هذا المجلس المبارك السعيد من العلماء والشخصيات، ثم الدعوة عامة كما كانت في الملتقيات السابقة كلها، وهي هنا في هذا الملتقى، هذه مجالس دعا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فإذا الدعوة عامة لكل أحد من طلبة العلم ومن أهل الخير ومن المسلمين عامة، أخص بالذكر أهل العاصمة وغيرهم ممن أراد أن ينهل من علوم السادة العلماء. أغتنم كذلك أذكر بعض أسماء الثقيلة المشاركة في الملتقى. يحضر معنا إن شاء الله تعالى هذه السنة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقا بمحاضرة الوحي الثاني، تكلم عن القرآن الكريم. يحضر معنا من تونس فضيلة الدكتور عمر بن صالح بمحاضرة القرآن الكريم ورجوع مصادر الشريعة إليه. من الجزائر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن بريكة، الوجه المعروف، سيتكلم إن شاء الله تعالى عن دور الزوايا والطرق الصوفية في الحفاظ على مصادر الشريعة الإسلامية. من المغرب الشريف الوزاني بالكلام عن الإجماع وضرورته في هذا العصر وحاجة الأمة إلى الإجماع. من سوريا مفتي دمشق وريفها الأستاذ الدكتور عدنان الأفيوني بالكلام حول القياس وضرورة معرفة جانب الاجتهاد والرأي في الدين وثقله في الدين، إلى غير ذلك من المحاضرات والمحاضرين الذين سيثروا إن شاء الله هذا الملتقى بمحاضراتهم التي تصب كلها حول مصادر التشريع الإسلامي وخدمة العلماء رضوان الله عليهم عبر العصور بتلك المصادر. نعم، العربي على كل ستكون لنا متابعة إلى كل هذه المحاضرات خلال نشراتنا اللاحقة. العربي بن ستالة، شكرا لك وإلى ضيفك الكريمة. في إطار محاربة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بسكيكدا مخبأ للجماعات الإرهابية، وضبطت مسدسا رشاشا من نوع مات 49 وبندقية صيد، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من بومرداس وباتنا، 5 مخابئ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع، وذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار 8 مهربين، وثبتت كميات كبيرة من الوقود والمواد الغذائية، بالإضافة إلى شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفرزة أخرى بجنات مهربين 2. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بمستغانم شخصا بحوزته بندقيتان مذخية، في حين أوقفوا تاجر مخدرات بحوزته أزيد من 2 كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بالعباس. كما أحبط حراس الحدود محاولة تهريب كمية من علب حليب الرضع بتلمسانة، وبالقارة ضبط حراس السواحل 4 أجهزة محظورة لصيد المرجانة. كما تم توقيف 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، غليزان، برجلا وغردايا. كان إذن هذا آخر خبر في نشرتي اليوم، شكرا على المتابعة، فمن الله.